الدورة التكوينية الثانية اللي كيف أحتسب زكاتي. سي محمد لو كان نزيدوا نتعرفوا على الدورة التكوينية الثانية دي. هو في نطاق برنامج الجمعية التونسية للزكاة الموجه نحو التكوين الأولي للمختصين في المحاسبين خاصة للطلبة أيضا لرجال الأعمال، فالجمعية التونسية للزكاة فتحت أبوابها كل يوم اثنين حلقة تكوينية نستقبل فيها مجموعة من الراغبين في ذلك ونقدم فيها مداخلة أولى حول مدخل فقه الزكاة، ثم مداخلة ثانية حول محاسبة الزكاة حلول المشاهية، وبعد ذلك نشوفوا شكون من اللي يحب يكمل يقرأ، شكون اللي عنده الرغبة في أنه يتعمق في البحث، وإن شاء الله هيك نكملوا بهم إن شاء الله البرامج التكوينية المعمقة لنوصلوا إن شاء الله ولي عندنا محاسبين زكاة في تونس. والدورة هذه خاصة بالطلبة فقط؟ لا، هي مفتوحة للناس كل، لكن اللي شاهدنا واللي فرحنا به برشا هو أنه إقبال كبير جدا من الطلبة، وهذا شيء يفرح لان هدفنا نتاعنا هو علمي، هدفنا نتاعنا انا نتعلمه، وكيقينا شبابنا والحمد لله جاي باش يقرا باش يعرف معنى محاسبه الزكاه، ما معنى احتساب الزكاه، ما معنى زكاة التجاريه، زكاة العقاريه، ما هي الزكاه على الاسهم، مصارف الزكاه، كلهم صعوبات اللي حاليا المزكي ما يعرفهمش. كيقينا طلبه نتاعنا وخاصه طلبه من الكليه نتاع التصرف اللي جايين يحبوا يعرفوا محاسبه الزكاه، هذا شيء شرفنا يفرحنا كجمعيه. حاولنا في البداية أنه ناخذ تعريف إيش معناها الزكاة من ناحية لغوية ومن ناحية شرعية، ونحاولوا باش نقارنوا بين التعريفين ونستنجوا الحكمة من تشريع الزكاة علاش، والشروط اللي معناها توجب فيها الزكاة، معناها اللي متى تجب الزكاة وشروط صحتها، هذه كلها أحكام عامة باش تأثر الباحث في الزكاة وتعطيه المادة الأولية في النواحي الشرعية كيف يتعامل مع العبادة هذه. هي دورة تكوينية هذه الثانية كل حاجة وفيها أهداف، الهدف الرئيسي هو خاصة كيف أحتسب زكاتي. من خلال معرفة الشروط، شروط وجوبها، تعرف على النصاب وعلى القدر المخرج، هذه كلها تساهم في معرفة الباحث كيفية احتساب الزكاة وأنواع الزكاة. أيضا تأثر الإنسان باش يعرف شنو المال الذي تجب فيه الزكاة والمال الذي لا تجب فيه الزكاة. دورة تدريبية ثانية وتكوينية ثانية للناس والطلبة والخواص اللي ما يعرفوش الدورة التدريبية هذه، شنو النصيحة اللي تحب تنصحها؟ النصيحة هو أنه لابد الإنسان يكون عنده اطلاع على العبادة هذه، لأنها أولا عبادة لله سبحانه وتعالى باش يتقرب بها لله، ثاني حاجة هي أنها تكون سبب في معناها تحقيق استقرار المجتمع والنمو نتاعو، لما تكون العلاقة طيبة بين الغني والفقير هذا يؤدي إلى نقص الجريمة ونقص السرقة إلى غير ذلك، وبالعكس تولي العلاقة علاقة مودة بين الغني والفقير، ما عادش تم حقد ونقمة على الغني، في المقابل الغني يحس بالفقير ويبادر بتقديم العون له، وتكون الزكاة كمنطلق لمساعدة المحتاجين، مش هي فقط بل ثم صدقات تطوع، ثم اطعام المساكين وغيرها من وجوه البر بالمال، الانسان يبذل ماله حتى يطيع ربي سبحانه وتعالى. اليوم كان فيتي في الجمعيه التونسيه للزكاه يظل فائده كبيره لكل شخص مش يحضر. بالطبيعة خاصة أنا نعرف فوائد المالية الإسلامية بكوني أستاذة جامعية في المالية الإسلامية، دونك عندي فكرة على فوائد المالية الإسلامية والاقتصاد الإسلامي على المجتمع ككل، ونشجع أي إنسان يحب يكون فكرة على الاقتصاد الإسلامي أنه يتابع مثل هالندوات وهالمحاضرات باش ياخذ هو فكرة وباش ينجم يحكي على المالية الإسلامية للناس لأخواته للعائلته للجيران ولأصحابه، واللي معناها عنا معناها كي نطبقوا التعاليم الإسلام ونجم نفيدوا معناها المجتمع. شنو الشروط اللي لازم تتوفر باش يحضروا في الدورة هذه؟ هو ما فيش شروط، الجمعية التونسية للزكاة مفتوحة للناس كل،
اللي حب يعمل فرماسيون على الزكاة هذه الموجودة الجمعية، لأن أن نجمع الزكاة ونصرفوها هذا موجود الحمد لله في الجامعة في الجمعيات الخيرية وغيره. لكن قبل كل شيء قديش الزكاة متاعنا؟ كيفاش نحسبوها الزكاة متاعنا؟ هناك جهل كبير جدا في تونس. فمهمة الجمعية التونسية للزكاة أن تفتح أبوابها للناس كل، لكل الواجب عليهم الزكاة واللي عنده الأموال متاعه، وكذلك حتى المهنيين. لأن يعني أصعب سؤال للمحاسب هو يسألك صاحب الشركة كم الزكاة متاعي. ممكن في المحاسبة أو في الجباية نجم ونغلطه، لكن السؤال عن الزكاة يكون صعيب برشا. فلذلك الدعوة موجهة إلى الخبراء المحاسبين الماليين، إلى حتى المسؤولين في البنوك اللي يسألوهم الناس الكل، في أنهم يحضروا بحثنا في الجمعية التونسية للزكاة ويتعرفوا على مبادئ احتساب الزكاة. هي دورات مازالت متواصلة، لكن كيفاش تتم عملية التواصل معكم باش يحضروا في الدورات هذه؟ بارك الله فيك على السؤال هذا. التواصل يجب يدخلوا موقع الجمعية التونسية للزكاة www.atz.tn، يجب كذلك الموقع الفيسبوك الجمعية التونسية للزكاة، أو رقم الهاتف 74 416 782.